الصيدلي دكتور شادي نصيف بينضم لإلي لجاوبكم على أو هو يجاوبكم على هالأسئلة يلي بوقتها بهيدا الوقت. صباح الخير دكتور نصيف. صباح الخير، بونجور، ده لك ولكل المشاهدين. ممنونك. أنا في كتير أسئلة، يعني شكرا لتلبيتك دعوتنا لنجاوب على هالأسئلة ببساطتها للناس. هل الدواء لما بتنتهي مدته على الكرتونة بقدر ضل استعمله ولا قديش؟ هلا هو بشكل عام والمعلومات، يعني هيئه الاغذيه والادويه الامريكيه FDA ما بتنصح ابدا بتناول اي دواء من بعد ما تخلص صلاحيته. بخافوا انه الدواء بس تخلص صلاحيته تخف عاليته او يصير في اي تحول او اكسده بقلب الدواء تؤدي لاذيه اكثر ما تؤدي لانه تفيد المريض. لذلك حسب FDA افضل ما نستعمل اي دواء بعد انتهاء صلاحيته. ما في انما لهالجمله، يعني ما في شهر شهرين ابدا، لانه في هلا وصل لك. انا عم بعطيك المعلومات الموثوقه من FDA. نعم. لانه انا ما بدي اعطي معلومات من عندي، بدي اعطيك المصدر. نعم. الاساسي اكيد شو بيقول. واساسا الجيش الامريكي يعني قام من فتره بدراسه على بعض الادويه، تبين انه عم بتضل سنه محافظه على فعاليتها، ولكن نحن ما عرفنا شو الادويه اللي انعمل عليها الدراسه، وهيدي الدراسه ما فينا نبني عليها على كل الادويه اللي عم ناخذها، لانه كل دواء بيتصنع بطريقه، وكل دواء فيه اكسبيرينس بقلبه او الخلطه تبعه فيها قصص معينه ما بنعرفها. لذلك ما فينا نبني على هالموضوع، ولكن انا راح اقسم الادويه اذا بدك لخمس انواع. نعم. وراح احكي بمختصر على كل نوع دواء اذا فينا نستعمله بعد انتهاء صلاحيته او لا. تفضل. اذا بدك بنبلش بالحبوب والكبسولات، هذا اكثر نوع ادويه متوفر او بناخذه نحن عاده. الحبوب او الكبسولات هن اكثر ادويه سيف ناخذهم اذا في حال مضطرين ناخذهم بعد انتهاء صلاحيتهم، ولكن انا ما راح اقول ناخذهم بعد سنه. هلا فينا ناخذهم بعد شهر شهرين او ثلاث اشهر، لانه الفورمول تبع هذا الدواء ستابل بيكون، يعني بحافظ على فعاليته وبعيد عن الشمس. اذا محفوظ بعيد عن الشمس ومش معرض لاي عوارض خارجيه، فينا نعتبرهم انه لحد ثلاث اشهر انا بلاقيه اتس سيف انه ناخذهم، حتى ما ناخذهم بعد سنه، لانه ما بنعرف حالنا كيف حافظينهم اذا ضربتهم الشمس بالغلط، اذا تعرضوا لرطوبه، فحتى ما ناخذ ريسك علينا وعلى صحتنا. الادويه يلي هلا بالنهايه مقطوعه، يعني نحن بنعرف نحن بازمه دواء كثير كبيره، والادويه مقطوعه وكل العالم عم بتفتش عندها ببيوتها انه اذا عندها دواء خالص تاريخه 100%. كرمال هيك اجرينا هالمقابله، لانه هلا الحديث انه عم فتش بهالخزانه الدواء اذا في شيء وطلع لي شيء خالصه مدته من شهر او من شهر. بس كمان كثير مهم التوصيف يلي عم تقوله دكتور نصيف، على انه كمان الحاله اللي موجود فيها هيدي الدواء بتاثر كمان، منه بس بدي اشوف على انتهاء الصلاحيه او لا ككريتيريا وحده اذا باخذ الدواء ولا لا. تفضل كمل، ما كان بدي اقاطعك. لا ما في مشكله، اكيد هي بدنا نتاكد من حاله الدواء انه منيحه، والحبوب والكبسولات انا من يعني انا كصيدلي باخذ دواء خالص تاريخه صار له ثلاث اشهر، بس ما بخاطر باكثر من هيك، لانه كرمال ما اشكل خطر على حالي في حال الدواء تعرض لاي اكسده او لاي عوامل خارجيه ضرت بالفعاليه تبع الدواء، ويمكن يكون فعال ويمكن لا، انا ما فيي اعرف. هيدي دراسات لازم تنعمل، وما في دراسات كافيه تاكد اذا الدواء بيكون عن جد فعال او دواء معين بيكون فعال او لا من بعد ما يخلص تاريخه. نعم. فهذا بخصوص الحبوب والكبسولات اللي هن اكثر ادويه مطلوبه هلا بالسوق حاليا، وهي اكثر ادويه مقطوعه كمان. نعم. هلا النوع الثاني من الادويه هن السوائل، يعني اذا بدك ادويه السعله والانتي بايوتكس والحقن. ادويه السعله بتجي هي مخلوطه خالصه موجوده بقلب سولوشن او سسبنشن، بس ينفتح هذا الدواء ما فينا نستعمله من بعد شهر لشهرين من ما نفتحه، لازم نتخلص منه، لانه كمان بيتعرض للضوء للشمس للرطوبه للحراره، كمان ما فينا نخاطر باستعماله. خليني اوضح الفكره، انا كثير مهمه، يعني حتى لو هو مدته طويله بس انا مجرد اني فتحته ما عاد في استعمله اكثر من المده اللي ذكرتها، مزبوط؟ صحيح مزبوط. اوكي. في ناس بتحط هيدي الادويه بالبراد تتحافظ عليها مده اطول، هذا الشيء بحافظ اكثر على الدواء السائل،
ولكن كمان بس ينفتح الدواء تعرض للأكسجين يمكن يتعرض للأكسدة، هذا الشيء كمان معقول يأثر على فعالية الدواء وعلى مدى السيفتي تبعه في حال أخذناه. هدول السوائل يلي هن بيجوا بالقنينة مخلوطين خالصين، يعني مش نحن بنخلطهم. هلا السوائل الثانية هن الأنتي بايوتكس، يعني بنروح نشتري علبة مثلا أوغمونتان بتكون هي باودر. الباودر هي ستيبل مثل الحبة، المهم كمان تكون محفوظة بطريقة مضبوطة ومش معرضة أبدا لا للشمس ولا للرطوبة. هلا في حال المدام أو الأم فتحت خزانة لقيت علبة أنتيبيوتيك بعدها مختومة ما أنا مستعملة وهي بقلبها في باودر، أنا كمان بعتقد أنه ثلاثة أشهر إذا خالص تاريخها هيدي العلبة ما بدنا نعطي كمان مجال أكثر، فيها تخلطها بنفس النهار وتستعملها. ولكن الأنتي بايوتيك بشكل خاص 7 إلى 10 أيام بالحد الأقصى بدنا نتخلص من الدواء لما نخلطه يكون باودر ويصير سسبنشن. أوكي أوكي أوكي. هذا الدواء أكيد أكيد ما بيضاين أكثر من 7 إلى 10 أيام من بعد ما نخلطه، وإذا خالص تاريخه أكيد محبذ ما نستعمله، ولكن نحن عم نضطر هلا نعطي هالثلاث أشهر فترة سماح، لأنه بالنهاية إذا الدواء موجود وأنا ابني أو بنتي عاملة التهاب وما في غيره، إذا بعده مش مخلوط هذا الأنتي بايوتيك يعني مش محبذ نستعمله، ولكن مجبورين هالأيام لكن اتأمن الدواء عن جديد ورجعنا قدرنا نلاقي الدواء بطريقة سهلة أكثر. يعني يلا رح إذا فيك تسرع لنا شوي بالفئات لأنه بعد عندي كتير أسئلة وعم يورد لك أسئلة بليز. طيب رح أعطيك إياهم بشكل سريع. أطرات العيون أفضل ما نستعملها لأنه أطرات العيون في بقلبها بريزيرفاتيفز، البريزيرفاتيفز معه يخلص تاريخها وقت انتهاء الصلاحية تبع القطرة، لذلك أطرات العيون غير محبذ أبدا نستعملها من بعد ما يخلص تاريخها لأن في خطر لتكون البكتيريا. طب هون قطرة العيون بس افتحها ما إلها وقت، يعني فيني ضل استعملها لانتهاء تاريخها؟ كمان لشهر. لشهر هي قصدي نخلص منها من بعد شهر. صحيح. أوكي. ومش محبذ نستعملها بعد انتهاء صلاحيتها لأنه العين منطقة كتير دقيقة بالجسم. ما فينا نخاطر نستعمل شيء خالص تاريخه بقلب العين. أطرات الدينة فينا نستعملها إذا خالص تاريخها لأنه الدينة ما لنا مكان ستريل، يعني في بقلبها بكتيريا الدينة، في بقلبها صمغ، إذا اضطرينا لاستعمال قطرة دينة للالتهاب أو للوجع خالص تاريخها من شهر لثلاث أشهر كمان ما في مشكل. والكريمات الطبية إذا بنستعمل كريم طبي زون أو مراهم صح مزبوط، هدول الكريمات أهم شيء نتطلع على شكل الكريم، إذا حسينا أنه الكريم شكله مش منيح يمكن كان ابيض صار بني يمكن عامل مثل مصل بقلبه او ريحته ما منيحه افضل ما نستعمله. الكريمات فيها تهدي 6 أشهر من بعد ما نفتحها، ولكن اذا في حال كمان اضطرينا نستعمل اي كريم من بعد ما يخلص تاريخه او من بعد ما يكون فتحناه بدنا نتاكد من شكل الكريم اذا بعده محافظ على شكله الطبيعي، اذا ما في ريحه بشعه طالعه منه، وإذا ما في أي اختلاف إذا منه ماصل، يعني بأيامي بيفصل الكرام بيصير ماصل وكرام، يعني إذا شكله مش مزبوط أفضل ما نستعمله أكيد. نعم دكتور شادي، السؤال بعرف أنه عام بس أنه أنت ناخد فكرة، الدواء لما بتنتهي صلاحيته بيبطل يفيد أو ممكن يصير يضر؟ هلا هو ما هيدا اللي عم أقول لك، ما في دراسات كافية بتأكد على مدى فعالية الدواء أو عدم فعاليته في حال انتهت صلاحيته. ما في دراسات، الجيش الأمريكي عامل دراسة واحدة بين أن الدواء بيضل يفيد حتى بعد سنة، ولكن هذه الدراسة ما نعرف أي أدوية نعمل عليها تجارب، لذلك أنا ما في أكد لك ولا في أنفي لك، بس اللي بقول لك أنه لو خلص تاريخه بالمنطق يعني بالمبدأ الأدوية اللي قلت لك عنها أنه حبوب أو كبسولات لحد 3 أشهر 4 أشهر بالمبدا بتضل فعاليتها منيحه. نعم. بس ما في شيء مضمون لانه كل دواء بينعمل عليه تجربه تنعرف اذا فعلا بضل فعال او لا. او لا 100% ما بدنا نعمم يعني ويكون يعني الجواب ما ممكن يكون عام على كل الادويه. سؤال ثاني البدائل، يعني في ناس بعدها متخوفه من البدائل، فينا نشرح شوي اذا بدك فكره البدائل وهل هي فعليا بتكون اصلا، يعني ليش تم تسميتها بدائل لشيء منا شركة عم بتصنع هالبراند ونحن جبنا شركة تانية صنعت؟ فعلا
هذا بيقولوا له الدواء البديل او انه ليه عم نسميه بديل؟ ليه عم نسميه بديل اذا هو نفس التركيبه؟ هو دواء من شركه ثانيه عملته. يعني انا لما بجيب اشرح لي شوي تنشرح للمشاهدين. بديل هو الكونسبت عند العالم انه هو بياخذ هذا الدواء اكس بده ياخذ بديل له. بس هيدا اشحاف بحق البديل، يعني مثل كانه منه قائم بحد ذاته، ما هو دواء. هو دواء صحيح، بس نحن بلبنان عندنا هذا الكونسبت، مثلا بامريكا او باوروبا ما بيوصفوا براند، بيوصفوا التركيبه الدوائيه للمريض. صحيح. المريض بيروح عند الصيدلي، الصيدلي بيعطيه هو المريض الدواء اللي بده اياه، يعني بيقول له في عندك براند حقه هالقد وفي عندك شيء ارخص حقه هالقد. يعني نحن بامريكا ما بيوصفوا البراند، بيوصفوا التركيبه الدوائيه. عندنا بلبنان بيوصفوا البراند، العالم معوده انه الدواء اللي بتاخده هو هذا الدواء الاساسي اللي بتاخده، اذا انقطع بالكونسبت تبعه انه هذا دواء بديل عم تاخده عن الدواء تبعه. فهيدي الفكره، بكون الدواء نفس التركيبه نفس العيار بالمبدا نفس الفعاليه ونفس طريقه الاستعمال. اوكي، ما في اي شيء ثاني يعني، منه ما في اي اختلاف. مشان هيك هو، لانه في بعض الناس بتقلك انه ما بدي بديل. حتى اليوم ناس عم شوف ناس موقفه عم تعمل اقصى جهدها للحصول على مثل ما قلت الدواء يلي معوده تاخده، لانه ما بتحس بامان مع البديل. بس هذا الكونسبت غلط، لانه البديل اللبناني الموجود بلبنان هو بديل خاضع للتجارب 100% وبراعي المعايير لتسجيل بوزاره الصحه. يعني البدلاء الموجوده، البدلاء يعني بين انتر جيمين مثل ما بيقولوا، البدلاء الموجوده بوزاره الصحه هي تخضع للمعايير العالميه. يعني هي فعاله، هي بتعطي نتيجه. بالعكس هلا بهالازمه اللي عندنا اياها بلبنان، العالم لازم تكون شوي اكثر منفتحه على البديل، لانه بالنهايه البراند هلا من يعني من يومين صار كثير غالي، في براند صار حقه مئات الالاف. صحيح. في ناس بطلت قادره تدفع حق البراند 200,000 و300,000، هذا البراند اللي كان حقه 15 و20,000. صحيح. لذلك في بديل لهذا البراند بعده سعره مقبول، وهذا البديل اكيد فعال. وبنطلب من العالم لما تروح على صيدليه يقول لها الصيدلي الدواء مقطوع، دواك الاساسي مقطوع في له بديل، ما يخافوا يوثقوا بالصيدلي. الصيدلي بالنهايه هذا شغلته الدواء. صحيح. ومن اساس مهامه مع المريض اذا دواء مقطوع يعطيه الدواء البديل. نعم. الصيدلي دكتور شادي نصيف، شكرا كثير لك، ويعطيك الف عافيه، وشكرا على المعلومات اللي قدمت لنا اياها.